الحكمة والبداية من العناوين. سائرون يدعو لاتخاذ التدابير اللازمة في خزن الأسلحة وتلافي سيناريو مرفأ بيروت. النائب رياض محمد يؤكد أن 90% من الكتل السياسية غير راغبة بإجراء الانتخابات المبكرة. آلي يشير إلى أن الدعوات لحل البرلمان غير موفقة. والعراق يبحث استيراد الكهرباء من تركيا. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي موافقة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية ذات الطابع الكيماوي وعالية الخطورة. وقال الوائلي في بيان أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على تشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير المنفذ الحدودي وعضوية الدوائر العاملة فيه لجرد الحاويات عالية الخطورة ووضع الحلول وإخلائها إلى أماكن نائية تخصص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق فيما يخص الموانئ وسلطة الطيران المدني المتعلقة بالمطارات وشركة النقل البري فيما يخص المنافذ البرية. كما أضاف أن هناك أهمية لهذه الإجراءات الاحترازية لتفادي ما حدث في دولة لبنان الشقيقة والدمار الذي خلفته هذه الانفجارات، مضيفا أن على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم تقريرها خلال 72 ساعة قادمة. فيما طالب حزب الحل اليوم، طالب الحكومة العراقية بفرض سيطرتها على منفذ القائمة الحدودي ووقف عمليات التهريب المستمرة منه إلى سوريا وبالعكس. وأكد حزب الحل أن استمرار هيمنة الميليشيات المسلحة على قضاء القائمة وسيطرتها على منفذه الحدودي حول القضاء إلى معبر رئيسي لعمليات تهريب النفط والسلاح والمخدرات بعيدا عن أنظار الدولة وقواتها الأمنية، وهو ما يهدد أمن المواطنين فيها ويعرض اقتصاد البلد للتخريب المستمر. وجدد حزب الحل مطالبته لرئيس الوزراء بشمول منفذ القائم الحدودي بإجراءاته العسكرية أسوة بباقي المنافذ ووضع حد لسيطرة الميليشيات المسلحة على مقدرات وممتلكات ومزارع المواطنين الآمنين في قضاء القائم. استقبل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي وزير الدفاع جمعة نادى، وذكر بيان لمكتب العبادي أن اللقاء شهد مناقشة الأوضاع الأمنية التي يشهدها البلد والجهود المبذولة من القوات الأمنية لمطاردة بقايا خلايا عصابات داعش الإرهابية النائمة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد النصر على الإرهاب. وأضاف كما شهد اللقاء بحث تعزيز قدرات القوات المسلحة بالتسليح والتدريب وحماية الحدود، إضافة إلى خطط الوزارة المستقبلية للنهوض والإصلاح بما يخدم تطوير المؤسسة الأمنية. دعا تحالف سايرون الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة في خزن الأسلحة وتلافي ما حدث في انفجار مرفأ بيروت. وقال المتحدث باسم التحالف حمد الله الركابي في بيان إنه بدموع حارة وقلوب يعتصرها الألم تابعنا مأساة الشعب اللبناني الشقيق جراء الانفجار الهائل في مرفأ بيروت والذي راح ضحيته الآلاف من المواطنين اللبنانيين وأدى إلى تدمير البنى التحتية والأضرار بالعديد من الدور السكنية والممتلكات العامة. وأضاف ندعو حكومتنا وجميع المعنيين
باتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات الضرورية فيما يخص عملية تخزين الأسلحة والأعتدة والمواد ذات العلاقة. وأضاف أن الدعوة تأتي لتلافي الكوارث التي تحدث بسبب الجهل وسوء الإدارة أو الإهمال والتقصير في هذا الموضوع. أكد النائب فاضل جابر أن هناك جلسة مرتقبة لمجلس النواب بعد انتهاء العطلة الجارية. وقال جابر أن الوضع بحاجة ملحة إلى عقد جلسة للبرلمان للوقوف على بعض القضايا الحساسة والأزمات التي يمر بها العراق. وأضاف أن هناك جلسة مرتقبة للبرلمان بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى لمناقشة العديد من المواضيع وأهمها قانون الموازنة، حيث من الخطأ مرور العام الجاري من دون أي موازنة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا لا يمكن أن تقف عائقا أمام عقد جلسة البرلمان وبالإمكان الأخذ بكل الاحتياطات. أكد المدير العام الأسبق في مفوضية الانتخابات وليد الزيدي أن العمل وفق الدائرة الانتخابية الواحدة أفضل من العمل بالدوائر المتعددة خلال الانتخابات المبكرة. وقال الزيدي في تصريح صحفي أن التعداد السكاني في العراق شيء تعجيزي وهو لم ينجز منذ عام 2010، مضيفا أن المفوضية تعتبر التعداد السكاني مهم جدا لإجراء الانتخابات. وأردف أن بطاقات البيومترية الانتخابية وغيرها من الأمور اللوجستية تحتاج أموالا طائلة، لافتا إلى أنه من الممكن إنجاز قانون المحكمة الاتحادية والتصويت خلال الفترة القليلة المقبلة عليه. وأشار إلى أن العمل وفق الدائرة الانتخابية الواحدة أفضل من العمل بالدوائر المتعددة خلال الانتخابات المقبلة، وأكمل أن العد الإلكتروني في الانتخابات يتسبب بمشاكل كثيرة خلال عملية العد والفرز للأصوات. أكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد أكد أن 90% من الكتل السياسية غير راغبة بإجراء الانتخابات المبكرة، فيما بين أن تحديد موعد الانتخابات من قبل رئيس الوزراء محاولة لإقناع الشارع فقط. وقال محمد في تصريح صحفي أن جميع الظروف غير ملائمة لإجراء الانتخابات، إذ تمر البلاد بأزمات كبيرة تعيق إجراء الانتخابات من بينها الأزمة المالية والصحية، لافتا إلى أن مجلس النواب لم ينجز القوانين المتعلقة بإجراء الانتخابات ولا توجد لديه نية حقيقية بإجرائها. وأضاف أن 90% من الكتل السياسية غير راغبة بإجراء الانتخابات المبكرة وتتحدث عن تأييدها للانتخابات بشكل إعلامي فقط. كما بين أن الكاظمي يحاول عبر تحديد موعد الانتخابات إقناع الشارع الغاضب من سوء الخدمات. كشفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار اليوم عن أسباب اعتراض الكتل الكردستانية على الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات. وقالت النجار إن قانون الانتخابات في حال تم إضافة فقرة الدوائر المتعددة فهو لا يخدم المرشحين المستقلين إطلاقا. وأضافت أن اعتراضنا على هذه الفقرة لأسباب عديدة، أهمها أن هنالك مناطق متنازع عليها ولا يوجد إحصاء سكاني، فكيف سيتم احتساب المقاعد وهنالك قرى ونواحي متعددة الإدارات. رأى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي أن الدعوات السياسية لحل مجلس النواب خطوة غير موفقة،
وقال آلي إنه لا يمكن حل البرلمان قبل مدة طويلة من إجراء الانتخابات، لأنه الجهة التي تقوم بالتهيئة للانتخابات من إقرار قانون الانتخابات وتحديد موعدها. وأضاف أنه كما أنه لدينا قوانين معطلة مثل قانون المحكمة الاتحادية وإكمال أعضائها والتصويت على الموازنة المالية وقوانين مهمة أخرى، داعيا إلى استمرار عمل البرلمان لحين إجراء الانتخابات. أكدت اللجنة القانونية النيابية أن المحكمة الاتحادية تمثل الجهة الوحيدة المعنية بتفسير مواد الدستور وما يتعلق بحل مجلس النواب. وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن إجراء الانتخابات المبكرة بحاجة إلى مرتكزات أساسية تؤدي إلى نجاحها، كما بيّن أن أول تلك المرتكزات استكمال قانون الانتخابات ونشره في الجريدة الرسمية. وأضاف الغزي أن الأمر الآخر يرتبط بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لعمل مفوضية الانتخابات، وقد أشارت الحكومة إلى استعدادها لتوفير تلك المبالغ، لافتا إلى أن الأمر الثالث يرتبط بحل مجلس النواب بغية إجراء الانتخابات المبكرة. وأوضح أن طريقة الحل للمجلس تكون وفقا للمادة 64 من الدستور، حيث يتحتم بعدها على رئيس الجمهورية الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل. وللحديث أكثر عن موضوع الانتخابات المبكرة وما تحتاجه سياسيا ولوجستيا، ينضم معنا عبر الهاتف الباحث في الشأن السياسي الدكتور علي إغوان. أهلا بك دكتور علي، بداية برأيك هل هناك إمكانية لإجراء انتخابات مبكرة؟ يعني من الصعب كثيرا أن تجري انتخابات مبكرة في ظل الظروف الحالية للبلد، من سلاح منفلت، من أزمة اقتصادية، من نزاعات سياسية موجودة على الأرض، بالتالي يقودنا إلى مشكلة رئيسية. هل هذه الإعلانات وهذه المواعيد التي يتم الحديث عنها نابعة عن صدق القوى السياسية؟ أنا أعتقد بأن هناك إشكالية في هذا الموضوع. السيد الكاظمي ألقى الكرة في ملعب البرلمان، والسيد رئيس مجلس النواب ألقى الكرة في ملعب الكتل السياسية، وأنا حسب اعتقادي بأن الكرة ستضيع بين القوى السياسية، لأنه ليس لا يوجد قوى سياسية، يعني ليس للقوى السياسية إجماع في الوقت الحالي على إحداث مثل هكذا نوع الانتخابات. القوى السياسية ترغب بأن ترمم وضعها الجماهيري، تعزز وضعها داخل مناطقها لكي تذهب إلى انتخابات أكثر انسيابية بالنسبة لها. قانون الانتخابات غير كامل، قانون المحكمة الاتحادية أيضا غير كامل، قانون الأحزاب أيضا هناك فيه إشكالية، والنقطة الأكبر هي نعم دكتور علي، يبدو أن هناك خلل في الاتصال. نعم دكتور علي تسمعني؟ نعم. طيب دكتور علي، يعني هناك إشكالية. تفضل. تفضل دكتور علي. الإشكالية تكمن في قانون الانتخابات، في قانون المحكمة الاتحادية، تكمن في شكل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لا تزال تعاني من موضوع التدخلات السياسية. كل هذه ظروف تحتم على المسؤولين في العراق، على السلطة التنفيذية والتشريعية بأن تقدم ضمانات أكثر للقوى. طيب. خصوصا المتظاهرين التي طيب. دكتور علي، يعني هناك اليوم نائب عن بعض الكتل صرح أن 90% من الكتل السياسية لا تريد الانتخابات المبكرة، هل هذا يعني أن لعدم كما ذكرت عدم اكتمال بعض القوانين مثل القانون الانتخابات أو المحكمة الاتحادية، أم أن هناك أمور أخرى؟ يعني الأمور الأخرى حسب اعتقادي بأن هذه القوى السياسية غير مستعدة للانتخابات.
من خلال جمهورها الغاضب، من خلال الشعب اللي موجود في ساحات التظاهرات، كل هذه تخلي الكتل السياسية تدفع إلى تأجيل موعد الانتخابات. ولهذا أنا أعتقد بأنه راح يكون هناك مماطلة، وإذا تريدين رأي البحثي والعلمي، أنا أعتقد بأنه حتى انتخابات عام 2022 ممكن أن تؤجل في ظل الظروف الحالية، لأنه ماكو ضمانات أنه تجري انتخابات نزيهة في ظل تهديدات السلاح المنفلت، في ظل الأزمة الاقتصادية، في ظل عدم وجود مفوضية لديها مصداقية حقيقية لدى القوى السياسية التي يمكن أن تشارك من رحم التظاهرات. أها. طيب يعني أستاذ علي، يعني هل ممكن أن نرى قريبا في المرحلة القادمة بعض التغييرات أو تحالفات سياسية جديدة؟ يعني التحالفات السياسية أنا أعتقد بأنه في ظل التنافس الحالي حول أو المزايدات الحالية حول الانتخابات وتثبيت موعدها، لا أعتقد بأنه راح تحدث تحالفات فعلا قادرة على أنه تقود البلاد إلى بر الأمان، لكن بنفس الوقت راح يكون هناك ضغوطات من الشارع الغاضب على إرسال رسائل من قبل الجهات في السلطة التنفيذية والتشريعية على أنه الانتخابات التي تتحدثون عنها يجب أن تكون ذات مصداقية. بالتالي أنا كشخص غاضب من السلطة الفاسدة اللي موجودة اليوم في الحكومة وفي مؤسسات الدولة، أحتاج إلى ضمانات دولية، أحتاج إلى ضمانات داخلية كي أقدم على الانتخابات وأشارك في الانتخابات، لأن الصورة الأخرى لا تزال عالقة، صورة انتخابات عام 2018 التي كانت سيئة للغاية في ذهنية الجمهور العراقي. لهذا على القوى السياسية أن تقدم ضمانات للمشاركين في الانتخابات، للقوى السياسية الجديدة من رحم التظاهرات، عليهم أن يقدموا تطمينات لهؤلاء الكيانات الجديدة على أنه راح تكون هناك انتخابات نزيهة. أنا لا أعتقد بأنه راح تكون نزيهة 100%، لكن نحتاج إلى أنه تكون نزيهة بالقدر الذي يرضي الجماهير. طيب دكتور علي، سميحك عذرا يعني، لكن وردني عاجل، وزارة الصحة تسجل اليوم 3047 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأيضا 67 حالة وفاة، يقابلها أيضا 2583 حالة الشفاء. نتمنى الشفاء للجميع. نعم عذرا مرة أخرى دكتور علي. طيب يعني بعيدا عن الضمانات للمواطنين، ماذا تحتاج الانتخابات أيضا دكتور علي يعني من سياسيا ولوجستيا لإجرائها؟ يعني لوجستيا نحتاج إلى ترسيم الدوائر الانتخابية، نحتاج إلى اتفاقات لشكل هذه الدوائر، هل ستكون على مستوى أقضية، هل القضاء راح يعني يكون هو نسخة مستنسخة للقضاء للأقضية الأخرى، كيف سيتم إجراء تعداد سكاني، على أي الإحصائيات راح تعتمد الحكومة من أجل تقسيم الدوائر، ماذا عن المناطق المتنازع عليها. كل هذه يعني إشكاليات كبيرة تحتاج لوقت طويل من أجل أن تفكك حتى نذهب إلى انتخابات فيها ضمانات جيدة، بالإضافة للوضع الاقتصادي. اليوم الانتخابات أو انتخابات عام 2018 كلفتنا 250 مليون دولار، الانتخابات القادمة في ظل تهديدات الأوبئة وكورونا وما إلى ذلك من تفاصيل قد تحتاج لمبالغ أكثر من هذا المبلغ، لأنه بكل تأكيد هكذا خطوات تحتاج لإجراءات وقائية. نحن لسنا مستعدين بهذه اللحظة لإجراء هكذا خطوات. لهذا التعقيدات كثيرة جدا، من ضمنها مالي، من ضمنها وبائي، من ضمنها إداري على مستوى الأرض وتحديد الدوائر، المناطق المتنازع عليها، وضعها، كيف سيتم الاتفاق عليها. كل هذه ألغام سياسية تظهر أمام الكتل السياسية في حال إقرار موعد جديد للانتخابات. طيب يعني في ظل هذا الوضع السياسي المعقد دكتور علي، يعني هناك رأي يقول أنه على المتظاهرين انتداب ممثلين عليهم للمشاركة في الانتخابات، هل هذا بإمكانهم يعني أن المتظاهرين يكون لهم ممثل، وهل أيضا هل هي غايتهم فعلا من لذلك قاموا بالتظاهر؟ يعني الغاية الرئيسية حسب اعتقادي لساحات التظاهرات هي ليست المشاركة بالعملية السياسية بقدر ما الغاية تكمن في إصلاح النظام السياسي، وإصلاح النظام السياسي يكمن عبر انتخابات نزيهة قادرة على إرضاء الجماهير.
قادرة على أنه نبعد السلاح عن التهديد المدني، عن تهديد الانتخابات. بالتالي المتظاهرين يبحثون عن هذه النقاط ولا يبحثون عن تشكيل أحزاب أو المشاركة بالانتخابات أو الحصول على مناصب. هذه الرسائل يجب على الحكومة أن تعيها، يجب على الكتل السياسية أن تعيها، لأنه التظاهرات إن هدأت الآن بسبب كورونا فهي ستعود في الأسابيع والأشهر القادمة غاضبة كما بدأت في أكتوبر الماضي، لأن المتظاهرين لديهم حدود ولديهم توقيتات زمنية للصبر على الأوضاع العامة. اليوم إحنا نواجه أزمة كبيرة على مستوى الاقتصاد، ولهذا التظاهرات اليوم متراجعة بعض الشيء، نواجه أزمة على مستوى كورونا، ولهذا التظاهرات هادئة بعض الشيء، لكن حين زوال هذه المسببات بعض الشيء راح يكون هناك صوت جديد يطالب بالإصلاحات، خصوصا بأن هناك كتل سياسية تبحث عن العودة من الشباك بعد أن تم إخراجها من الباب من خلال قوانين الانتخابات أو من خلال إكمال قانون الانتخابات بما يتفق مع مصالح هذه الكتل، من خلال التغلغل داخل مفوضية الانتخابات، من خلال ترسيم الدوائر الانتخابية وحصرها بطريقة تمكن هذه القوى السياسية والأحزاب من أن تعود للسلطة من جديد. كل هذه هواجس لدى المتظاهرين، هم لا يبحثون عن مناصب، لا يبحثون عن مشاركة بالعملية السياسية بقدر ما يبحثون عن إصلاح المنظومة بشكل كامل. طيب دكتور علي، يعني فعلا هل قادرة الحكومة إن كان بعد 10 أشهر أو أكثر من ذلك على تقديم ضمانات أو تطمينات للشعب بانتخابات نزيهة وشفافة؟ هل لديها القدرة على ذلك؟ يعني أنا أشك في قدرة الحكومة على فعل مثل هكذا خطوة في هذه الفترة الزمنية القريبة، لأنه التراكمات كبيرة داخل النظام السياسي، جزء كبير من الدولة العراقية اليوم للأسف الشديد غير مسيطر عليها من قبل الحكومة. لدينا مشاكل في سنجار، لدينا مشاكل في الموانئ في البصرة، لدينا معابر حدودية الآن الحكومة وعت على أنه هي لازم تسيطر عليها، لدينا مشاكل للنازحين، لدينا مشاكل ديموغرافية كثيرة، عندنا مشاكل ما بين بغداد وإقليم كردستان، عندنا إشكاليات كبيرة يجب أن تحل سياسياً قبل الدخول في تحضيرات الانتخابات التي يمكن أن تصلح النظام السياسي بشكل كامل. طيب يعني دكتور علي، الوقت لدي قليل جداً، ماذا عن المحافظات السنية برأيك؟ كيف تتوقع توجهاتها وتحضيراتها؟ يعني المحافظات السنية بشكل عام حسب اعتقادي تبحث عن بديل جيد للقوى السياسية اللي موجودة الآن، تبحث عن بديل يستطيع أن ينقذها من دمارها على مجموعة سياسية تذهب باتجاه إعادة النازحين، بإعادة إعمار المدن المدمرة، بتقديم الخدمات اللازمة من مستشفيات، من طرق، من جسور، من مدارس، من جامعات، من شبكة مياه وشبكة كهرباء لهذه المناطق المدمرة. هذه تطلعات المناطق السنية الآن، لكن لا تزال هذه المناطق مهملة بشكل كبير للأسف الشديد من قبل الحكومة وقبل الممثلين عن هذه المناطق. نعم دكتور علي أغوان الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك. أخبار بلا أسرار. دعا النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيضاح بعض الأمور والملفات من خلال الحضور إلى مجلس النواب. وقال البلداوي أن العراق وبالرغم من لجوئه إلى الاقتراض الداخلي والخارجي إلا أن هناك دوائر ما زالت تعاني من تأخر استلام الرواتب، وأضاف أن القطاع الصحي بحاجة إلى تصحيح للمسار وخاصة ما يتعلق بالرواتب والدعم المالي في ظل جائحة كورونا وحاجته إلى المستلزمات الطبية والعلاجية ودعم العاملين بهذا القطاع. وبينا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالب بالحضور إلى مجلس النواب لتوضيح بعض الأمور الداخلية والخارجية. كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الرزجاوي عن رفض الحكومة الحالية
مقترحين بشأن النفط الأبيض والطاقة الشمسية، وقال إن الحكومة الحالية رفضت مقترحين أولا فيما يتعلق بتكرير النفط الأبيض للحفاظ على محطات توليد الطاقة الكهربائية بدلا من استيراده من الخارج، وثانيا الطاقة الشمسية النظيفة. وأضاف أن العراق بحاجة في الوقت الراهن إلى إنشاء معامل جديدة لتكرير النفط الأبيض للحفاظ على ديمومة محطات توليد الطاقة الكهربائية، كما أشار إلى أن الوزارات المعنية رفضت أهم مقترحين لإبقاء العراق مستوردا لاستمرار الفساد بحجج واهية. أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم أنها تجري مباحثات لاستيراد 200 ميجا واط من الطاقة الكهربائية من تركيا للحد من نقص الطاقة المزمن في البلاد منذ عقود. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي أنه بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأت الوزارة مفاوضات مع تركيا لاستيراد 200 ميجا واط من الكهرباء عبر خط سلوبي فايدة محطة سد الموصل شمالا. وأضاف أن الكمية المراد استيرادها ستغطي حاجة محافظات الشمالية، منوها إلى أن استيراد الطاقة من تركيا يأتي في إطار التحركات العاجلة للوزارة للحد من نقص الكهرباء. وأردف العبادي أن الجانبين يتباحثان بشأن الأمور الفنية ومسائل أخرى تتعلق بالربط الكهربائي بين البلدين. رفضت لجنة النفط والطاقة النيابية اليوم التحركات الأخيرة من قبل الحكومة لصرف أموال الجباية كرواتب الموظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء، عادة الأمر مجازفة وعجز واضح. وقال عضو اللجنة بهاء الدين النوري قال إن اعتماد الحكومة على أموال الجباية التي تؤخذ من المواطنين وصرفها كرواتب لموظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء غير صحيح ومرفوض من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية. وأضاف أن الاعتماد على الجباية غير صحيح ومستحيل، مشددا على أن واجب الحكومة توفير رواتب الموظفين وأصحاب العقود والأجور من خزينة الدولة وعدم المساس بالإيرادات المالية. بلا أسرار. أخبار بلا أسرار. المواطنين ذات دخل محدود ما عندهم راتب، عدد من التفاتة الدولة وتوزيعهم بطاقة تموينية كافية للمواطن، بطاقة تموينية أصلا ماكو بالنسبة للمواطن، ما جاي يحصل المواطن كل خمس ست أشهر إلا يمكن على كيس طحين أو يحصل له على القليل من الرز، وهذا أثر سلبي جدا على حالة المواطن الاقتصادية والحالة النفسية والحالة الصحية، إضافة لإصابة المواطن بوباء كورونا. السيطرات يعني اول شيء السيطرات بس دخول سامراء يعني فقط، يعني نجي على سيطره الحويش على السيطرات الباقيه، يعني يقول لك يجيب غصاصة او ما ادري شنو يفتشك، انا اذا ما ابيع حاصله الساعه بس 6 الصبح ايش وقت ارد ابيع؟ ابيع بالعشرة، وهي العلوه تعزل الساعه بس 7 ونص، وهو لل 7 الصبح يلا يطببنا سامر. انا اجي السيطرات كلها لو ما اطب السامره السيطرات عرقنا، بس انا فيها شلون ابيع حاصلي؟ شلون ابيع حاصلي؟ وانا حاصلي جايبه بكونت فلوس وحاط عليه كونت مصاري. من نجي على السيطرات يوقفونا والا يفتشك الكاينين وما ادري شنو، يعني جا نواجه صعوبات حيل، ما يفتشك الناس اللحظه من تجي، يفتشك الا على يعني على الوقت اللي يريده هو، يعني يوم يفتشك بالخمسه الصبح ويوم يفتشك بالثمانيه الصبح.
والله يا المعوقات يعني مثل ما أصبحت كثيرة، يعني هذا حظر التجوال المدينة وقلة، يعني العالم أصبحت في حاجة في عازة، يعني أكو مواطن يشتغل باليوم يلم قوته اليوم ما له أحد، ألا هي منع تجول وحظر وهذا تدي أنت تشوف هذه الحر القاتل، ولا الأسواق يعني مرات إحنا نيجي نلقاها القوات الأمنية مرات تمنع من هذا، ما يصير هذا، إحنا نريد يكون منع مضبوط تجوال يعني محدد، الساعة هالقد ساعة هالقد، مو يعني يصير حالات عزل وطول وشيل وهذا، وما المدينة تحتاج إلى مواد غذائية، إلى ناس يجيب، يعني هاي سلة غذائية موجودة للمواطن. ماكو هسه احنا بالنسبه لنا للمواد الغذائيه لا تقول وينها، ما موجوده اي شيء، انا اليوم لي اشهر ما مستلم اي ماده غذائيه ولا ما مستلم كل شيء. زين طالب شو طالب؟ هي الحكومه دا تشوف الوضعيه هذه، دا تشوفها مع احترامي لك يعني نازل الى مستوى الحظر، ماكو والله العظيم لا تمن لا طحين لا شكر لا كل شيء ماكو. هسه أنا أحكي عن نفسي، أنا أبو تاكسي، والله هي شغل ماكو، صار لي أكثر من 4 أشهر 5 أشهر شغل تعبان، وأنا صاحب جهال والبيت آجار، يعني من نصرف إحنا وعيالنا، من نجيب؟ وينضمنا مباشرة من مراسلنا مصلح الدين محمد الصالح. أهلا بك محمد. محمد بداية حدثني يعني في ظل هذه الجائحة، يعني ومن خلال هذا التقرير الذي شاهدناه الآن، هناك وضع سيء جدا في سامراء، لماذا هذا الوضع؟ نعم زميلتي مرحبا، حقيقة الوضع السيء. نعم محمد أسمعك. نعم محمد تسمعني؟ محمد هل تسمعني؟ يبدو أن فقدنا الاتصال، وسنعاود الاتصال محمد مرة أخرى. أخبار بلا أسرار. كشفت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي يسرى رجب، كشفت عن سبب رفض بعض الجهات والأطراف السياسية تشريع قانون العنف الأسري. وقالت رجب أن رفض بعض الأحزاب والكتلة والشخصيات السياسية والبرلمانية تشريع قانون العنف الأسري نابع من تسلط العقلية الذكورية لديهم، مبينة أن بعض النساء يفكرن أيضا بالعقلية الذكورية ويرفضن تشريع هذا القانون. وأضافت أن البعض الآخر الذي يخشى من تشريع هذا القانون نابع من اعتقادهم بأن هذا القانون سيفقد سيطرة وتسلط الرجل على المرأة وسيمس كرامتهم، وهذا غير صحيح. أكدت وزارة الصحة تجديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين بتطبيق التعليمات الصحية. وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا في وزارة الصحة حازم الجميلي، قال إن الوزارة تتوجه لزيادة الإجراءات القانونية بحق المخالفين بتطبيق التعليمات الصحية، سواء بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات. وأضاف أن الإجراءات الوقائية ستستمر بالحدية نفسها بسبب استمرار تصاعد أعداد الإصابات بنفس الوتيرة. وأشار إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيعلن عن القرار المناسب حسب الموقف الوبائي، لذلك لا يوجد في الوقت الحالي رفع لحظر التجوال وعودة للحياة الطبيعية أو ما يسمى بالتعايش.
نعود بالحديث مع مراسلنا محمد الصالح من صلاح الدين. أهلا بك محمد مرة أخرى. كنت قد سألتك عن الوضع الاقتصادي السيء في سامراء، حدثني لماذا؟ أولا يقل فرص العمل في المدينة، اليوم المدينة تمر حقيقة بأسوأ حالاتها بسبب قلة فرص العمل، وهنالك تزايد أعداد النازحين في مدينة سامراء شكل عبء آخر يضيف على المواطن السامرائي. لا يزال هنالك لدينا في المدينة الآلاف من العوائل النازحة تشارك المواطنين في كافة مرافق الحياة، إذا كان سائق التاكسي ولا عامل المصدر، جميع هؤلاء والمختلف من مختلف عقلية المحافظة، وهنالك حتى وافدين من خارج المحافظة هم نازحين، سبب بشكل كبير أثر على الواقع الاقتصادي. أولا للدخل المحدود، الدخل المحدود للمواطنين اللي ما عندهم قوت يومي، هذه أثر بشكل كبير على المواطن. زميلتي هذا جاء نتيجة تراكمات حظر التجوال الطويل الذي فرض على المحافظة بسبب جائحة كورونا، أيضا أثر على المواطن. قلة فرصة العمل وقلة التعيينات أيضا أثرت على المواطنين، وهنالك كم الآلاف من الخريجين في محافظة صلاح الدين وفي المدينة سامراء خريج الشهادات العليا لم يكن لديها إلا من فرصة لحد الآن أن يجدوا فرصة عمل. طيب نعم محمد، يعني اليوم صلاح الدين سجلت 113 إصابة بفيروس كورونا، 205 حالات شفاء والحمد لله، وأيضا 4 حالات وفاة، ومن مدة وفاة. ومن مدة كانت هناك نداءات ومناشدات لمدير دائرة الصحة رائد الجبوري بتوفير الكوادر للمشافي ولمشفى سامراء بالأخص. أين وعود مدير الصحة؟ أين ذهبت؟ حقيقة لا تزال قائمة، بالعكس يعني أنا أتوقع أن الكوادر الطبية انقسم منها باشر في مستشفى سامراء وبدأوا بالعمل داخل المستشفى، ولكن مستشفى سامراء زميلتي بحاجة إلى الكثير. يعني أولا قلت الكوادر الطبية يقابلها الأعداد الهائلة تحديدا في مستشفى العزل، يعني مستشفى العزل في مدينة سامراء لدينا كان يوم أمس حرق على حول مستشفى العزل في مستشفى في سامراء، أن الكوادر الطبية المقيمة هم فقط 4 أطباء مقيمين، يعني يقابلها 35 إصابة كانت متواجدة في المستشفى. هذه مشكلة تواجه أغلب الأطباء اليوم، هي مشكلة قلة الكوادر الطبية وتحديدا في مستشفى العزل. لدينا حقيقة اتصال ولقاءات مع بعض الأطباء، يعني يستلم خسارة أكثر من 13 و14 ساعة، يعني بدون انقطاع من أجل تأمين يعني نوعا ما خدمة للمصابين. مدينة سامراء باتت مدخلة لعدد الإصابات في المدينة، قد تكون أعلى نسبة إصابات في مدينة سامراء. يوم أمس سجلت مستشفى سامراء 48 إصابة، ثبتت إصابتهم الآن أغلبهم يعني غالبية الحجر هو منزلي وليس في مستشفى المدينة، ولو جرى مسح ميداني لمدينة سامراء بعدد المصابين لتفاجأ الجميع بهذه الأعداد، وقد تصل أكثر من 1000 إصابة في المدينة. طيب محمد، يعني ماذا عن التزام المواطنين بالوقاية الصحية بالتباعد الاجتماعي، وأين هي خلية الأزمة من من تغريم أو مخالفة يعني الذين لا يلتزمون بالوقاية الصحية؟ القيود جميعها رفعت تحديدا في مدينة سامراء، لا توجد هنالك لا رقابة ولا يوجد حقيقة مع كل أسف وعي من المواطن تجاه الخطر الذي يواجهه اليوم. حقيقة الشاهد غالبية الناس قد يعني من النادر تشاهد إنسان مرتدي الكفوف والكمامات، وهذه قليل جدا تجديه في مدينة سامراء، ولا يوجد هناك التزام. هو أنك أصبحت بؤر للإصابة في مدينة سامراء مثل منطقة القلعة تحولت إلى بؤر للفيروس، وكذلك مناطق أخرى لم يتم مسحها مثل منطقة الشهداء ومنطقة الخضراء والضفاط الأولى والثانية، جميع هذه المناطق لم يجرى لها مسح ميداني تأخذ العينات بناء على وصول المصاب للمستشفى أو الاتصال بالكوادر الصحية. نعم محمد الصالح مراسلنا من صلاح الدين، شكرا جزيلا لك. أخبار بلا أسرار. أعلنت خلية الأزمة في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين عن تسجيل 48 إصابة جديدة
بفيروس كورونا. وقال رئيس خلية الأزمة محمد يونس إن مستشفى سمرة العام سجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن قطاع الرعاية الصحي والمستشفى العام في المدينة سجل 92 حالة شفاء مؤكدة بعد الجهود التي بذلتها الكوادر الطبية في معالجة المصابين. سجلت دائرة صحة محافظة الديوانية اليوم 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وذكر مصدر طبي في المحافظة أن دائرة صحة الديوانية سجلت 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أضاف أن عدد حالات الشفاء بلغ 56 حالة. أفاد مصدر أمني باستشهاد وإصابة 5 جنود بهجوم لتنظيم داعش في مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين. وقال المصدر أن عصابات داعش نفذت هجوما على الفوج الثاني لواء المغاوير في قيادة عمليات صلاح الدين في منطقة مطيبيجة على الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وديالى، كما أشار إلى أنه الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين. أكد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي أكد أن استمرار المواطنين بالاستهانة بالفيروس كورونا سيؤدي إلى رفع نسبة حالات الوفيات والإصابات في البلاد. وقال الحلفي أن الموقف الوبائي لا يزال غير مطمئن وليس مستقرا، ولا نستطيع التنبؤ في المستقبل، وهناك الكثير من الدول بدأت في استخدام الغلق أو الحجر المناطقي نتيجة عودة تفشي الفيروس فيها. كما أضاف أن التزام المواطنين أفضل في الوقت الحالي من السابق، لكن لا يزال دون مستوى الطموح، وبالتالي ندعوهم إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم الاستهانة بفيروس كورونا. كشف قائم مقام قضاء الحبانية بمحافظة الأنبار علي داود الدليمي اليوم عن أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المعلنة يفوق أعداد المصابين المحجورين داخل منازلهم في مناطق مختلفة من مدن الأنبار. وقال دليمي أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المعلنة من قبل دائرة صحة الأنبار تفوق أعداد المصابين المحجورين داخل منازلهم، حيث يرغب العديد من المواطنين المصابين بفيروس كورونا بحجر نفسهم داخل منازلهم دون اللجوء إلى المحاجر الصحية التي تشرف عليها دائرة صحة الأنبار. وأضاف أن هنالك أعدادا كبيرة من المواطنين المصابين بالفيروس محجورين داخل منازلهم، ولا يوجد أي إحصائية لأعدادهم كون أن المصاب يقوم بحجر نفسه تلقائيا داخل منزله. أعلن محافظ واسط محمد المياحي توقف استيراد مادة الأكسجين للمحافظة. وقال المياحي في بيان إنه بسبب عدم إبرام عقد رسمي بين وزارة الصحة والجانب الإيراني فأن تزويد الأكسجين للمحافظة توقف اليوم، وأن الاحتياج الفعلي أسبوعيا هو 50 طنا. وأضاف أن هناك تواصلا مع وزارة الخارجية من أجل التواصل مع الجانب الإيراني لغرض تزويد المحافظة كون حاجتها لا تسد بشكل كافي من الغاز المستورد من الجانب الكويتي. أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي متابعة ما تبقى من بقايا داعش وتجفيف منابع الإرهاب في عموم البلاد. وقال الأسدي إن جهاز الأمن الوطني يتابع تحركات داعش
بكل دقة وبمختلف الوسائل المتاحة بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وأشار إلى أن الإرهاب الآن وصل إلى مرحلة الاحتضار، وبالرغم من تواجد بعض الخلايا النائمة لكن لا يمكنها العودة إلى المربع الأول. وأضاف الأسدي أن جهاز الأمن الوطني في طور تطوير عمله من أجل القضاء على هذه الفلول الإرهابية. تفقد نائب قائد العمليات المشركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وقائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاطا قيادة عملية سامراء للاطلاع على القطاعات العسكرية. وذكر بيان أن نائب قائد العمليات المشركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وقائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاطا تفقد قيادة عملية سامراء للاطلاع على القطاعات العسكرية الماسكة للأرض وتوزيعها. وأضاف أنه تم مناقشة الجهد الاستخباري والأمني ونشاط الخلايا الإرهابية في بعض المناطق ضمن قاطع المسؤولية. أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم عن اعتقال 2 من المطلوبين وضبط كتس للعتاد في محافظة كركوك. وقالت الوكالة في بيان إنه من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين 2 مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية يعملان بما تسمى المفارز الأمنية في ناحية جي جي بمحافظة كركوك. وأضاف البيان كما تمكنت من ضبط كتسين للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية ضمن الحدود الفاصلة لجبال حمرين وعملية صلاح الدين بداخله 10 عبوات ناسفة أسطوانية الشكل وأنبوب نفطي يستخدم كمادة أولية في صناعة العبوات الناسفة، مبينا أنه اتخذت الإجراءات القانونية بحق الإرهابيين والتعامل مع المواد المضبوطة أصوليا. شاهدينا قبل الختام تذكير بالعناوين. سائرون يدعو لاتخاذ التدابير اللازمة في خزن الأسلحة وتلافي سيناريو مرفأ بيروت. والنائب الرياض محمد يؤكد أن 90% من الكتلة السياسية غير راغبة بإجراء الانتخابات المبكرة. آلي يشير إلى أن الدعوات لحل البرلمان غير موفقة. والعراق يبحث استيراد الكهرباء من تركيا. شكرا لكم وإلى اللقاء.